هذا وتخضع العملية الانتخابية بمملكة البحرين لإشراف قضائي كامل كأحد أهم الضمانات على نزاهة وشفافية سير العملية الانتخابية للمجالس النيابية والبلدية. ضمانات متعددة المستويات للعملية الانتخابية كفلها دستور مملكة البحرين لتحقيق أعلى درجات الشفافية والنزاهة وضمان إجراء انتخابات تعكس إرادة الناخب وتمنع ما قد يعكر صفو العملية الانتخابية من مخالفات وتزوير. ولعل من أهم تلك الضمانات هو الإشراف التام للسلطة القضائية المستقلة عن سلطات الدولة الأخرى على مراحل العملية الانتخابية كافة، وهو ما يضمن سير العملية بكل نزاهة وشفافية، كون الإشراف على العملية الانتخابية سيناط بسلطة تتمتع بالاستقلالية وبعيدة كل البعد عن أي تأثيرات قد تلقي بظلالها على الانتخابات، إضافة إلى المشاركة الفاعلة لمؤسسات المجتمع المدني في الرقابة على العملية الانتخابية بجميع مراحلها، وهو عامل مهم تحرص عليه اللجنة العليا المشرفة على سلامة الانتخابات، حيث تعد الرقابة الوطنية على الانتخابات دليل على شفافيتها وتمتعها بالحياد والنزاهة التامة. انتخابات عندنا في مملكة البحرين طبعا تحت الإشراف قضائي، يرأس كل مقر اقتراع قاضي يتأكد من أن العملية الانتخابية تسير بشكل قانوني ولا يوجد فيها أي مخالفات، وكلها تكون متوافقة مع القانون. عندنا الجمعيات المتعلقة بحقوق الإنسان كذلك تراقب سير الانتخابات، يتم تمكين المرشحين من مراقبة سير الانتخابات، هناك تقارير ترصد أو تكتب فيما يتعلق بسير الانتخابات، كما تلعب مستويات أخرى من الضمانات المكفولة قانوناً دوراً مهماً في سير عملية الانتخابات، ومنها مراقبة المترشح أو وكيله لمجريات الانتخابات بتفاصيلها كافة، ووجود وسائل الإعلام المحلية والدولية لتغطية الحدث بكل شفافية وعلى مدار الساعة. لو بنتكلم عن الضمانات أيضاً موجودة عندنا بإمكان مؤسسات المجتمع المدني أن هي تتقدم بطلبات إلى وزارة العدل ويحق لها أيضا المشاركة في عملية الرقابة على العملية الانتخابية. أيضا لو بنتكلم عن الإعلام، وجودكم عندنا اليوم في المقر من ابتداء من فتح الباب لغاية بعد إغلاق الأبواب، الصحافة دائما موجودة معانا. لو بنتكلم عن الضمانة أيضا المرشح، عندك الوكلاء وجودهم في مراكز الاقتراع والفرز، هاي أيضا من الضمانات. عندنا لو بنتكلم إضافة أكثر عندنا الناخب نفسه يكون هو أيضا من الناس التي تقدر تراقب على العملية الانتخابية. تبعث هذه المستويات المتعددة من الضمانات الطمأنينة والثقة لدى الناخب والمتابع للشأن الديمقراطي في مملكة البحرين بأن التجربة الديمقراطية البحرينية تسير على الطريق الصحيح لتحقيق كل ما فيه الخير والازدهار للمملكة وشعبها.